حرب من فوق وحرب من تحت وحرب من الجنب وحرب من الجنوب وحرب من الدنيا كلها. لا قادرين يا عم نعيش ولا قادرين نشتري حاجه، فيش ولا بنشتري ليش. وين الحكومات؟ وين الناس؟ وين العباد؟ يعني المفروض يطلعوا له يرقفوا بالناس، يعني عارف اللي انا واحد من الناس. والله بدي اقول لك حاجه، يعني امبارح نمت بجوعي. هذه 25، هذه 10، وهذه 15. شايفين كل هذولا كنا نجيبهم بهذه وبقال والله، لأن هذه الشغلة ما كناش ندور عليها وما كانتش موجودة أصلا. اليوم هذولا بدهم المبلغ هذا عشان نجيكم. قبل الحرب كنا نجيبهم بالمبلغ هذا. العسل اليوم كان ينباع، قبل الحرب كان ينباع 25، اليوم 85 شيكل. دبس العنب اليوم ب 60، كان ينباع ب 15. دبس التمر كان ب 10 انباع، اليوم 45. سعر السرج قبل الحرب كان ب 7 شيكل و 6 شيكل، اليوم اللتر ب 50 شيكل. زيت الزيتون كان قبل الحرب ب 25، اليوم اللتر ب 55 و 50 شيكل. الرز 30، الحمص 30، الفريكه 20، والعدس 20، البرغل 20.